هنروح زي ما عودناكم من المره الاولى في قناه النادي الاهلي الاخبار العالميه، والاخبار العالميه دي بتكون بفيديوهات مصوره مش بس اخبار وخلاص، ودي يعني الحاجه الحقيقه اللي قدمتها قناه النادي الاهلي بشكل جديد. خلينا نروح لدوري الام بي اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، وقلنا سريعا الام بي شرق وغرب دلوقتي هم في الادوار الاقصائيه، والحقيقه في فرق قربت جدا ان هي خلاص تتخطى الدور الاول. الادوار الاقصائيه هم 8 فرق في الغرب و8 فرق في الشرق، اللي هيكسب منهم او في فرق قربت تتخطى عشان بعد كده هيبقوا 4 فرق، او الدور قبل النهائي في الشرق ودور قبل النهائي في الغرب. اولهم طبعا كان بيستون سيلتكس، فاز على 76ers. فاز قد ايه؟ فاز بنتيجه 102-94. الحقيقه بيستون سيلتكس كده وصل في المجموع او في مجموع المباريات 3-0، فاضل له مباراه واحده ويتخطى ال زي ما بيقولوا يتخطى او يبقى خلاص هو تاهل بشكل مباشر للادوار اللي بعد كده. ده امبيد لاعب 76ers من احد اهم اللاعبين اللي احنا شفناه في الشاشه دي. طبعا كيمبا ووكر اللي هو لاعب بوستون سيلتكس حط 24 نقطه. ليه انا بقول اللاعب ده؟ لان اللاعب ده اللي هو اللاعب اللي لما تيجي اللقطه او يجي عليه الصوره هقول لحضراتكم، اللاعب ده يعني حط 2 بوينتس مهمين جدا 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 في نهايه المباراه، وحط نقطتين في نهايه المباراه دي اللي حطت فرقتهم في المقدمه. طبعا عايز اقول لكم ان امبيد اللي انا قلت لحضراتكم اللاعب البيج جاي اللي هو تحت الحلقه ده اللي عمل الفاول ده حط 30 نقطه، رقم كبير جدا 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 الحقيقه، بس ما كانوش كافيين ان هم يكونوا لفوز فرقته. بيستو سيلتكس اللابسين ابيض، خليني اقول لكم ان هم بشكل كبير كده 3-0، لا هم كده بيقربوا جدا لمباراه واحده ويتخطوا 76ers ويوصلوا للدور قبل النهائي. خليني اقول لكم انه يمكن الدور اللي بعد كده هيبقى اصعب، يعني خلاص بتبقى الفرقه الضعيفه بتطلع، الدور اللي قبل كده اللي بعد كده بيكون اصعب، وبيكون المشكله عندنا ان هو بتبقى الماتشات. خلي بالكم النقطه دي هي اللي كانت مهمه جدا اللي حطها زي ما قلت لكم كيمبا ووكر اللي حطها في نهايه المباراه، وكمان الديفنسايه الاخيره دي او الديفنس الاخير ده هو اللي خلص المباراه. اللي انتم شايفين اللعبه اللي فاتت دي والكاونت وان مور الحقيقه اللي اتحط خلصت المباراه. طبعا هنا الحكام عندهم زي فار اللي في كره القدم، ولكن ده بيبقى بيروح له الحكام لما بيلاقوا فيه لعبه مهمه في اخر وقت بتحسم المباراه بيروحوا يشوفوا الفار. بيستون سيلتكس هيلعبوا المباراه الرابعه النهارده ان شاء الله، وهتبقى بشكل كبير الحلقه الجايه نقول لكم اتاهلوا ولا لا. نروح على مباراه ثانيه مهمه، وفي فرقه منهم المباراه اللي هقولها دلوقتي دي اتاهلت بشكل او بنسبه كبيره جدا زي بيستون سيلتكس، كليبرز ومافريكس. كليبرز فاز على مافريكس المباراه بنتيجه 130-122 ليتقدم كليبرز 2-1. ده كواي احسن لاعب دلوقتي ومن احسن اللاعبين في الام بي اي، ده اللي كان بيلعب في رابتورز واتنقل راح كليبرز. انا عايز اقول لكم انه اللاعب المهم جدا في فرقه مافريكس لوكا اللاعب السلفاني اللي هو اللعيب رقم 11، اللاعب رقم 11 شايفينه تحت الحلقه ده اللي معاه الكوره، اللاعب ده اتصاب في اخر الشوط الثالث، جاله سبرين جامد انكل في رجله، والحقيقه ده من اهم اللاعبين الواعدين في الام بي اي ومن احسن اللاعبين اللي هو بيطلع كوره، ده لوكا لاعب سلفاني، وده اهم لاعب اللي قلنا عليه اللي هو كواي في كليبرز. انا عايز اقول لكم ان الاصابه دي للاسف ده كواي اللي طلع على الفاست بريك وحط كره طبعا دانك، لعبه جميله جدا جدا الحقيقه. ان احنا لوكا ده هيحط للاسف هيقلل فرص فوز او تعويض المافريكس. خلينا اقول لكم انه لوكا قبل ما يطلع حط 13 بونت و10 ريباوند و10 اسيست، تخيلوا في الوقت الضيق ده. خلينا اقول لكم انه لاعب كمان، خلينا نقول كمان على لوكا، احنا قلنا خلاص لوكا، انا يهمني برضو اقول لكم لاندري شاميت 18 بونت، ساهم بشكل كبير جدا ان هو يساعد فرقته بالفوز. عندنا كواي اللاعب اللي قلت لكم عليه رقم 2 في كليبرز حط 36 نقطة وعمل 9 ريباوند وعمل 8 تمرينات اسيست، لاعب رائع هايل. اللاعب ده كان ليه دور كبير زي ما انتم شايفين، دي 3 بوينت في البازر في اخر وقت بيتحط، يعني الام بي كله لعب ممتع من دي الحقيقه، كره بتتشاط في اخر وقت، سرعه رهيبه جدا في اللعب زي ما انتم شايفين. بعد الكوارتر الثالث بعد خروج لوكا الموضوع اتفتح خالص، وكده النتيجه 2-1 لكليبرز بشكل كبير جدا بعد اصابه لوكا دي، مش هيلحق المباراه الرابعه بنسبه كبيره جدا. كليبرز هيتاهل للادوار اللي بعد كده. طيب خلينا نروح للمباراه الثانيه، رابتورز حامل اللقب الفريق الكندي فاز على نتس 117-92 بالنتيجه دي
كده تقدم 3-0. رابتورز اصبح اقرب فريق مع بيستون سيلتكس وكليبرز للتاهل للدور الثاني. خليني اقول لحضراتكم انه سيكم اللي هو باسكال سيكم وفريد فان فليت اهم اثنين لعيبه في الرابتورز كان لهم دور. ده فريد فان فليت اهم لاعب، اهم لاعب على الاطلاق هو باسكال سيكم في رابتورز، بالرغم ان كواي سابهم ومشي بس بيأدوا اداء رائع، ومعهم طبعا سيرجي ايباكا اللاعب الاسباني. الحقيقه طبعا دول الرابتورز زي ما انتم شايفين اداء ثابت متناسق، فرقه حافظه بعضيها. ده سيرجي ايباكا اللاعب الاسباني، الفرقه حافظه بعضيها. النتيجه كانت 117-92، وعايز اقول لكم انه تايلور جونسون تألق من نتس بعد ما دخل في التشكيله الاساسيه. هو ما كان بعيد، ده ايباكا اللعيب الاسباني، طبعا هتقولوا اسمر ازاي واسباني، ده بيبقى لعيب طبعا بيبقى اصله افريقي ولكن خد الجنسيه الاسبانيه. اللي عايز اقول لكم ان تايلور جونسون دخل اساسي بعد ما هاريس جو هاريس خرج بره، ده في النتس خرج بره. ده طبعا فان فليت فيت من اهم احسن اللاعب واحسن لاعبين على الاطلاق في الام بي دلوقتي. طبعا بقول لحضرتك تايلور جونسون خرج دخل اساسي في نتس بدل جو هاريس اللي غاب لاسباب شخصيه. مباراه كانت جميله جدا، انا تابعتها شخصيا الحقيقه. زي ما انتم شايفين سرعه عاليه جدا الفاست بريك، النتيجه على فكره كبيره 117-92. ده بيدل ان خلاص تقريبا بشكل كبير رابتورز هيتاهل للادوار الثانيه. بس انا عايز اقول لكم حاجه، الدايره البيضاء اللي على الفاول شوت دي ال 24 ثانيه لان في ناس سالتني زمن الهجمه بيكون 24 ثانيه، البيضاء دي بتتقلب احمر في اخر 6 ثواني عشان تقول للجمهور اللي بيشوف في الشاشه ان فاضل 6 ثواني، هي فاضل 17 16. الحقيقه دي بتقول لك الهجمه فاضل عليها قد ايه، لما بتتقلب تبقى ريد او حمراء بعد 6 ثواني على نهايه الهجمه عشان المشاهد يستمتع ب السرعه في الاداء او محاولتهم انهاء الهجمه. خليني اقول ان زي ما قلنا ان سيكام اللي هو باسكال سيكام حط 26 نقطه 8 ريباوند 5 اسيست، وزي ما قلت لكم وزميله فان فليت حط 22 نقطه 6 رميات ثلاثيه، حط 6 رميات ثلاثيه اللي هو فريد فان فليت. الحقيقه المباراه كانت حلوه جدا، الرابتورز ماشيين بخطوات ثابته وانا متاكد انه هيكونوا تقريبا يعني على قمه الام بي. الليكرز الفريق الاهم والاقوى دلوقتي في الام بي اي. الليكرز الحقيقه طبعا اللي فيه ليبرون جيمس احسن لاعب في العالم دلوقتي واغنى لاعب في العالم، ليبرون جيمس تقريبا هو ده، بس يعني اشوف وشه الاول واقول لكم اذا كان هو ولا لا، بس انا عارفه من جسمه. لا ده ليلارد لاعب بليزرز. انا عايز اقول لكم ان الليكرز فاز على بورتلاند بنتيجه 116-108. اهم لاعب على الاطلاق او اهم اثنين لاعبين في الليكرز ده ليلارد، من احد من اهم اللاعبين. وخليني اقول لكم حاجه في نهايه الفيديو عن ليلارد، ليبرون جيمس حط 38 بونت لاعب الليكرز وحط 12 وعمل 12 باوند وهو اللي عمل اسيست. ده زمان ده ليلارد كان بلوك طبعا جود ديفنس من انتوني ديفيز تقريبا، او انتوني ديفيز ده من احد اللاعبين اللي انتقلوا للان بي اي من اهم اثنين لاعبين ليبرون جيمس طبعا اللي بيحط الباسكت ده، واللي تحت الحلقه انتوني ديفيز. ليبرون حط 38 بونت 12 متابعه وعمل 8 اسيست. انتوني ديفيز حط 29 بونت، يعني الاثنين تقريبا حاطين 70 بونت. انتوا متخيلين ده ليبرون جيمس طبعا اهم لاعب في العالم دلوقتي، حاجه امتاع وقوه بدنيه جباره. انتوني ديفيز حط 29 بونت زي ما قلت ومنهم 12 نقطه في الربع الاخير. انتوني ديفيز من اهم اللاعبين دلوقتي اللي موجودين في الام بي اي. ليلارد لاعب الفريق البليزرز الحقيقه عمل ماتش كبير جدا ولكن ما قدرش يحسم المباراه لصالحه. شايفين طبعا ده دانك من انتوني ديفيدز، لاعب ده اللي انتم شايفينه ده ليبرون جيمس، الاثنين لعيبه دول عاملين ثنائي رهيب. ليبرون جيمس بيلعب في كل المراكز زي ما انتم شايفين، بياخد الكوره بيطلع بالدريبل علق الكوره لانتوني ديفيدز، استمتاع غير طبيعي. ليكرز ده احد الفرق يعني المؤهله بقوه ان هي تاخد دوري الام بي اي. شايفين طبعا البنتريشن، اللاعب ده حط 38 بونت، ليبرون جيمس اللي راجع ده حط 38 بونت. متخيلين يعني ايه 38 بونت؟ رقم كبير جدا، يعني في فرقه بتحط الاسكواد ده ليبرون جيمس. اللي عامل الفرق بين الام بي اي هو اللي معاه الكوره ده ليبرون جيمس، كوره 3 بونت طبعا يعني مستوى مهما حكيت عنه مستوى ممتع. خليني اقول لكم ان الفرق باين من الاجسام البدنيه والفيزيكاليتي اللي كان بيقولوا عليها ايهاب امين، هو ده اللي احنا بنقول عليه، لازم نهتم بالناحيه البدنيه جدا مع لاعبينا وابطالنا.